عليكم، كيف حالك دكتور خيري؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعين صوتي كويس يا اخواننا؟ نعم الصوت واصل. كده تمام، التسجيل يا دكتور خلاص تمام. طيب انا اعمل شيرنج للسكرين، والله اعرف انا ارسلت اللينك تاني ان كيس في ناس ما قاعدين يدخلوا ممكن اخش. طيب زمن ماشي، انا اديكم دقيقة واحدة كده ان كيس في ناس عاوز تدخل تاني ولا في مشكلة قبل ما ابدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان المفروض يكون معانا سلطان، دكتور سلطان صغير، لكن حصل له ظرف طارئ، هو المسؤول عن المشاريع البروجكتس. ممكن تلجأوا له لو عندكم مشاكل ليها علاقة بالبروجكتس، دائما يعني هو بيكون المرجع بتاعكم. اليوم انا هتكلم اديكم اورينتيشن عن الجراديويشن بروجكتس وكيف النظم اللي متبعينها في تنظيم الشغل بتاع المشاريع التخرج، وأديكم فكرة عامة والحياة المطلوبة شنو، وهنتكلم عن الـ guidelines في كل project 1 و project 2، وهنتكلم عن الرولز والبوليسي، وهنتكلم عن الـ requirements الـ specifications شنو، وهنتكلم عن الامتحان ذاته بيجي كيف يعني في الـ projects، يعني الشيء المتوقع منكم والأسئلة اللي بيكون شكلها كيف وكده. هنحاول نغطي في هذه الساعة المعلومات دي كلها، وبعدين نطرح لأديكم فرصة تسألوا أسئلة. أوكي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. Graduation Project Policies and Guidelines. طيب الأجندة بتاعتنا مكونة من النقاط دي: Graduation Project Committee Responsibilities. الكوميتي هي الجروب المسؤول عن المشاريع، ويعتبر الكوميتي وبرئاسة الدكتور سلطان، وهي لها مسؤوليات هنتكلم عنها شنو. بعدين الـ students عندهم responsibilities، مسؤوليات وواجبات وحقوق وكده هنتكلم عنها، إضافة للـ supervisor اللي بيشرف على المشاريع دي برضه عنده responsibilities. الـ examiners الناس اللي بيمتحنوكم في الـ final exam بيسمونه الـ examiners، دول عندهم برضه مسؤوليات. وبعدين هنتكلم على الـ plagiarism rules، البلاجيريزم انكم تنسخوا من محلات تانية، عندنا نظم وقواعد ونظم تبعينها هنتكلم عنها. هنتكلم عن الدرجات لبروجكت 1 وبروجكت 2 بتتقسم كيف، وهنتكلم على specifications for project 1 و 2، يعني المواصفات بتاعت البروجكت 1 و 2. انا هركز في المواصفات على السي ال كورس ليرنينج اوت كام، الحاجات المتوقعه من الطالب الماخذ الكورس. البروجكت مفروض السبيسيفيكيشن شنو. بعدين هنتكلم عن الجراديويشن بروجكت وين تمبلت، يعني الريبورت ذاته بكون التمبلت شكله كيف يعني. وهنتكلم عن السوبرفايزر لوج فايل، المفروض السوبرفايزر عنده لوج فايل يكتب فيه بانتظام عن الحاجات دي والجدول وكيف وكده. وبعدين في اخيرا هنتكلم عن الروبريكس. الروبريكس هي الحاجات اللي بيسالوكم عنها في الامتحان النهائي بالنسبة للـ graduation projects. اوكي، نمرة واحد، الـ project team عادة بيكون ثلاثة وأكثر، 3 or more، maximum المفروض يكونوا 5، فـ it is better يكونوا 3، دي نمرة واحد. نتكلم على الـ graduation project committee responsibility، زي ما ذكرت الدكتور سلطان الصغير هو المسؤول عن الكوميتي، الكوميتي فيها دكتور سعاد وصل من البنات انا معاهم كده، وفنين في جروب بيسمونه الكوميتي، عندهم مسؤوليات. هي الكوميتي دي مسؤولياتهم شنو؟ نمره واحد، هم بيحاولوا يربطوا الستودنتس مع السوبرفايزرز، ماشي الستودنتس والسوبرفايزرز. نمبر 2 بيجهدوا الشكادول في برزنتيشن 1 وبرزنتيشن 2 والفاينل برزنتيشن، في 3 برزنتيشنز للبروجكت 1 او 2. الجدول ده بيضعونه
بيجهزوا منه اللي هم الناس الكوميتي بتاعين ال graduation project. Provide forms and documents. في forms في forms معينة للسوبرفايزر اللي بتحنا الطلاب. في فورم معين للطلبة ذات هم بيمضوا عليها. في forms خاصة بالexaminers اللي بيختبروا الناس. كلها في فورمات مختلفة موجودة عند الكوميتي هي بتوفر له كل جهة حسب احتياجهم للفورم. فمفروض كل ناس يسأل على الفورم بتاعتهم شنو، ومن بدري ممكن تكون عندهم الفورم دي موجودة. أنا جزء منها همر عليها في أثناء الكلام بتاعي ده. والسوبرفايزرز الجراديشن بروجكت كوميتي عنده مسؤولية إنه تفولو أب مع السوبرفايزر، يشوف الأمور ماشية كيف، ولو عندهم عوائق أو مشاكل برضو فولو أب مع الستودنتس. Address students complain. لو الستودنت عندهم complain، عندهم مشاكل سواء كان مع السوبرفايزر أو في طريقة الشغل، إنه عندهم مشاكل في البروجكت أو حتى في البدايات عايزين يغير البروجكت وكده، بكون شنو بكوميونيكيت مع ال project committee. Address students complain. Help students if necessary. بيساعد الطلاب لو عندهم بعض المشاكل والاحتياجات، ده جزء من الشغل اللي بيشتغلوه. I'm sorry. Organize orientation for both supervisor and students. This is what I'm doing now. بعمل لكم في orientation. أوريكم الـ process شنو في الشغل ده. Combine the course files. في course file. زي ما في كل course في course file. الكورس ده الكورس فايل البروجكت كوميتي في النهايه بيجمع الكورس فايلز من كل السوبرفايزرز وبيعمل وان كورس فايل. ده بالنسبه للكوميتي بتاع البروجكت. في الستودنت ريسبونسبيلتيز، ما هي مسؤوليات الطلاب؟ نمرة واحد سيلكت جروب اند سوبرفايزر، يعني انت مسؤوليه الطالب انه هو يختار بتاعه ويحدد الناس اللي عايزين يشتغلوا معاه. هو برضه بيكون له دور في انه يختار السوبرفايزر عاده، يعني this is most likely. يعني مرات بيكون هو بيكون الخيار قدامه وما عنده سوبرفايزر كثيرين، الكليه بتختار له، لكن عاده هو شنو هذا جروب بيختاروا السوبرفايزر بتاعينهم. نمبر 2 sign pledge to no plagiarism and submit final report version. يعني في فورم بدوك له في البدايه بتمضاه الفورم ده بالذات ناس بروجكت 1، يعني انك انت تلتزم. وطبعا ده جزء من قانون الجامعه، يعني ما بتسمح بالبلاجيريزم، لكن انت برضه بتمضي الفورم ده وما مسموح لك تعمل بلاجيريزم اكثر من 30%. هتكلم بالتفاصيل شويه عن الموضوع ده ليتر. من الحاجات اللي بيعملها الطالب برضه سبميت فاينل ريبورت فيرجن، بمعنى يعني مثلا لما يختبروك الاكزامرز في الفاينل اكزام بيقوم عندهم ملاحظات في الريبورت، انت ملزم تعدل الملاحظات وتسلمها حتى بعد الفاينل برزنتيشن. نمبر 2 بريبير برزنتيشنز، يعني عندك البرزنتيشن 1 و 2 وفاينل. البرزنتيشن دي مسؤوليه الطالب انه شنو يجهزها ويعرضها للسوبرفايزر بتاعه ويتمرنه ويتدربه ويجهزه للبرزنتيشن. نمبر افتر ذا سبميت ذا بروجكت اوتلاين، يعني انت في الاسبوع الرابع تورينا خطتك للبروجكت شنو ومفصله والنقاط اللي انت حتمشي عليها بمساعده السوبرفايزر، وتسلمها للبروجكت شنو كوميتي. Meet with the project supervisor for at least 4 hours. دي مهمة جدا. انت مفروض الطلاب يقعدوا مع السوبرفايزر ويعمل معه شكادول اقل حاجة 4 ساعات في الاسبوع. ساعتين تعمل 4 ساعات مرة واحدة. دي مسؤولية الطلبة قبل السوبرفايزر ان شنو يعمل شكادول. لازم يعمل شكادول 4 ساعات حتى السوبرفايزر لو في او ما في، المهم في النهاية المفروض يلتغوا minimum 4 hours باشتراك السوبرفايزر. Deliver a soft copy of final report. الفاينل ريبورت ماله soft copy ده you should deliver 3 weeks before the final exam according to the template in the index to the supervisor. معنى الكلام ده شنو؟
نحن دايرين الريبورت بتاعك يكون جاهز 3 أسابيع قبل الفاينل بريزنتيشن. جاست اسكيدول طلع فاينل بريزنتيشن المفروض قبل 3 أسابيع تصمت للسوبرفايزر. ليه؟ لأن السوبرفايزر حيقوم يرسلها للبلاجيريزم تشيك، اوكي؟ حيدرسها وحيرسل البلاجيريزم تشيك وتجي راجع وملاحظات، وبكون في البلاجيريزم أكثر من 30% معناها حترجع لك عشان تقعد تحسنها وتحل المشكلة بتاعت البلاجيريزم. Deliver working code، في حالة لو أنتم project 2 مطلوب منكم تسلموا الكود شغال، يعني مجرب وشغال في شكل باكج بتترسل، سواء كانت تحطها في درايف سموير. الايميل عادة ما بيشيل الكود، فانت لازم تحطها في باكج في مكان ما واكسسبل للاكزامر بتاعك 3 days before the final presentation، يعني نزلوه عندهم في الكمبيوتر يعمل لها شوفوها، لانه ده جزء من التصحيح اللي بيعملوه وعدوك له على درجات. كيف البرزنتيشن في الفاينل بتكون شكلها؟ كيف في حالة بروجكت 1 بيكون البرزنتيشن من قبل الطلبة 25 دقيقة، يعني في انت بتحاسب على العدد الزمن اللي انت اخذته، وتكون حريص ان يكون مدة البرزنتيشن بتاعتك 25 دقيقة. تصل الحتة دي كيف؟ بالتمارين. You have to be training to prepare yourself في الحاجة دي، بتحسب الزمن وتتأكدوا انه في بروجكت 1 البرزنتيشن بتاعك ما يفوت ال 25 دقيقة، وما يبقى سيفير يصل لي 15 و10، لازم يكون شنو قريب من ال 25 يكون 25 دقيقة. عندك 35 دقيقة دي بتسأل فيها، بيكون question and answers وبتجاوب على الأسئلة اللي بيسألوك ليها. فالناس المفروض تتدرب ذاته على نوعية الأسئلة اللي ممكن تجي شنو والإجابات بتاعتهم كيف، ويكون prepare للحاجات. جزء من التريننج you have to do it. عشان كده كل ما انت خلصت بدري كل ما كان البرزنتيشن كويس. ونحن ليه بنعمل برزنتيشن 1 و 2؟ عشان نساعدك في انك تبريبير للفاينل. بالنسبه لناس بروجكت 2 مسموح لهم ب 45 مينتس للبرزنتيشن و 75 للكيو ان اي. ليه؟ لانه في ال 45 دي هو جزء من البرزنتيشن بتاعه، هيعمل أعرض الكود بتاعه ويورينا إنه شغال وكده، يكون جزء من البرزنتيشن بتاعه الكود. وبيسألوه في 75 دقيقة دي question and answer، جزء منها دايرين يتأكدوا إنه الكود ده الجروب ده فعلا عمل الكود ده واشتغل فيه وفاهمه ومستعد يعدله، ويوري to prove the concept بتاع إنه البروجرام. طيب نجي للسوبرفايزر. السوبرفايزر عنده responsibilities. نمرة واحد، follow the course specification careful. الكورس عنده specifications وعنده outcome وعنده حاجات زي دي، مفروض يكون اي supervisor عنده الكورس specification وعارفه، وبعدين شنو direct له student ورسين يحققوا الحاجات المطلوبة في الكورس specification. meet with the students at least once per week. مفروض اقل حاجة 5-4 ساعات في الأسبوع قبل الطلبة، وأحسن حاجة يعمل جدول يكون جزء من الشكدول معروف مقسم الساعات دي كيف، one time whatever it is twice three times. المطلوب إنه 4 ساعات في الأسبوع. الحاجة الثانية في جزء كبير المفروض تكون بانتظام وتكون weekly، اللي هي fill the block file for each meeting submit to the GBC chair. مفروض الgraduation project committee chair مفروض يصلوا أسبوعيا اللوك فايل. اللوك فايل فيه ده شنو؟ أنا هتكلم عنه بالتفاصيل، لكن المهم بيشرح الميتينج ده كان عن شنو، اللي هو أنت بتقابل الطلبة 4 hours a week. Verify the work of the team and their document. وتديهم فيدباك وغايد لاينز تو دو ذير جوب. ايميل ذا ابستراكت اوف ذا جي بي 1 اند 2 تو ذا جي بي سي تشير 3 ويكس بيفور ذا فاينل اكزام. يعني المفروض يكون في ابستراكت يشرح الفكره العامه للجراديويشن بروجكت كوميتي. لما شفت الدكتور سلطان مره رسل ابستراكت لكل البروجكتس، المفروض نفس الفكره تترسل له ايرليير 3 ويكس اهيد، يعني to review، وممكن يكون عنده comments وكده. fill the supervisor evaluation form. في حاجة اسمها evaluation forms
ابندكس سي انا بتكلم عنها تحت ليتر في ابندكس. الفالويشن فورم ده عاده بيكون يعني المفروض قبل اسبوع من الفاينل اكزام تترس، وبيكون فيها درجات وتقييمك للطلبه. يعني doesn't have to be لحد شنو ما يمتحن الطلبه، المفروض يكون اسبوع قبل الموضوع ده. Submit the student attendance for both GB1 and GB2. ده جزء من اللوج فايل. المفروض شنو تحاسب، يعني ما عندنا في زي بقية الكورسز دي مسؤولية الدكتور الأول سوبرفايزر إنه شنو ياخذ الاتندنس. You need to pass a copy of each member of the examiners including committee. الكوبي بكون report. For convenience the supervisor may pass all documents to the committee at least 2 days before the presentation date. قبل البرزنتيشن ديت نتكلم على الفاينل برزنتيشن، المفروض قبل يومين شنو ترسل الفاينل ريبورت لكل الكوميتي. الناس اللي بيمتحنوا طلبتك بيكونوا ظهروا في الجدول الوضعوا وضعت الكوميتي، بيكون فيها اسماء الناس الاكزامينرز، المفروض تصلهم نسخه من البرزنتيشن تو ديز. نفس الحكايه شنو الكود. Prepare statements justify marks for each student and submit to GBC. أحيانا ممكن الـ Graduation Project Committee يكون في إشكالية إنه والله الـ students الـ marks دي not suitable for some reason. You have to be ready يعني in case طلبوا منك حاجة زي دي. بتحصل cases إنه أحيانا بيطلبوا من الـ Supervisor to justify the marks، الدرجات اللي أعطاها لهم كيف أنت أعطيتهم الدرجات دي why. Always put this in your mind and be ready to answer question in case they need it. Recommending complete at least 2 weeks before the final presentation. أحيانا حصلت cases كثير في إنه الطلبة بيكونوا ما جاهزين. لما تصل 2 weeks before the final presentation السوبرفايزر بيعمل assessment بحيث إنه والله يا أخي الطلبة ديل ما ready إنه في 2 weeks to do the final presentation. ممكن يعمل ريكومنديشن للانكمبليت انا بحاول اتكلم عنها ليتر، وات از انكمبليت ان وات از وات از تكست. طيب وي كونتينيو في السوبرفايزر ريسبونسابيلتيز اتليست، يعني الناس حتى الطلاب يكونوا اوير بالحياه دي. تيتش ستودنت وات تو اكسبكت فروم ذم فور ذا بروجكت، يعني واحد من مسؤولياته المفروض في الروبريك وفي السبيسيفيكيشن إضافة للجنرال كونسبت أو الفكرة بتاعت البروجكت اللي هو شغال فيها. You have to keep continue teaching students. Prepare the regular assignment to students. يكون في assignments واضحة للstudents in a weekly basis، يعرفين هم بيعملوا في شنو. To guide them يعني الـ assignments دي الـ idea بتاعتها to guide the students what they supposed to do in a weekly basis. Follow students work. Create proper channel of communication class. Very important. المفروض يكون في communication بين الطلبة والسوبرفايزر. البلاك بورد أصلا موجودة، ده جزء من الكوميونيكيشن، لكن المفروض يكون في واتساب جروب، ايميل، تليجرام، whatever it is group. يعني الكوميونيكيشن it has to be created and proper. Correct students were before presentation. Very important for the supervisor to correct and discuss the students project 1 or project 2 والpresentation 1 or 2 والfinal. قبل ما الطلبة يحضر البرزنتيشن المفروض الطلبة يوروا البرزنتيشن للسوبرفايزر يراجعوا ويشوفهم بيتدربوا عليه ويديهم فيدباك، اذا يعني شنو coach them and prepare them for شنو for the presentation. Recommendation for students complete incomplete. طبعا برضو نعمل recommendation، احنا ما عندنا complete معناه by default انه اساسا الطلبة are ready for final presentation. Incomplete معناه الطلبة ما ready، واحسن يكون شنو ياخذوا زمن زيادة. عندنا process بنتبعه، الطلبة ممكن ياخذوا within 4 weeks to 6 weeks يجهزوا نفسهم ويجوا يمتحنوا تاني. Make sure to submit final report to examiners 3 days before final presentation.
الفاينل ريبورت المفروض يكون شنو حصل له تشيك في البلاجيريزم وراجعوه الطلبه وصححوه وجاهد يترسل 3 داي بيفور ذا فاينل برزنتيشن داي. الحاجه الاخيره اللي هي بريبير ذا كورس فايل. الكورس فايل زي اي كورس ثاني بتخد فيه المعلومات والريكومنديشن والدرجات والحاجات المعروفه في الكورس فايل ذا ريبورت ده اهم جزء فيه ويترسل للكوميتي تحت البروجكت عشان يعملوا شنو كومباين كورس فايل. نجينا الاكزامينرز. ما هو الاكزامينرز؟ زي ما انا ذكرت الاكزامينرز بيحددهم الكوميتي بيقول انه والله جروب 1 فيه 3 اكزامينرز جروب 2 فيه 3 اكزامينرز. النيمز بتاعينهم بتظهر. الناس اللي عندهم مسؤوليات مسؤولياتهم اول حاجه ريفيوز اند كومنتس اند اول ريبورتس. زي ما ذكرنا الاكزامينرز بيرسل الريبورت 3 دايز بيفور اهيد. هما بيعمل ريفيو وبيعملوا كومنتس وبيعملوا ملاحظات وبيطالبوا بتعديلات للريبورت. عشان كده ذكرنا الطلبه مطلوب منهم بعد ما يحصل ريفيو والكومنتس من الاكزامينرز بعد الفاينل برزنتيشن لازم يمشي يعدلوا الريبورت ويجيبوه يسلموه للسوبرفايزر. ريد ذا ريبورت اند تشيك ذا كود. يعني الريبورت ادبل بروجكت 2 يقروا الريبورت وبرضه تشيك ذا كود. لازم في الكود يصلهم لما ذكرنا انه ستودنتس والسوبرفايزر يجهزوا الكود يرسلوه ويراجعوا before presentation. ده قبل البرزنتيشن. submit the combined marks using proper forms في فورمات معينه بتترسل للاكزامينرز بيقوموا شنو. طبعا الاكزامينرز مثلا نقول ثلاثه كل واحد حيدي درجات. الهيد بتاع الجروب بيعمل كومباين للدرجات ويطلع الفاينل ريزلت ويرسله مع تقييم كله شنو كله اكزامينر. grading should be according to rubric and organization guidelines. انا هتكلم عن rubric guidelines later. لكن شنو في يعني انت ما بتدي درجات الا عن طريق هذا الروبريك. يعني كل جزئيه معينه بيكون عليها درجات هتكلم عنها later ونشوفها. نفس الكلام بتاع 25 hours minutes 45 minutes تكلمنا عن. يعني انت تقعد تحضر البرزنتيشن للطلبه مدتها 25 دقيقه وبعد ذاك بتعمل لهم شنو بتسالهم الاسئله. وبرضه بالنسبه لبروجكت 2 بياخذوا 45 دقيقه وبعدين شنو بتبدا تسالهم. ابروف فاينل ريبورت فور برينتنج افتر فيدباك. ده الهيد الواحد من الاكزامينرز ده بيعتبر الهيد الاكزامينرز مهمته ما تنتهي بالفاينل برزنتيشن. لانه كل واحد ده فيدباك الطلبه حيمشي يعدوا الريبورت ويجيبوا راجع لمنو للاكزامينر. ده هو يراجع الحياه دي فعلا الطلبه صححوا الحاجه المطلوبه. بعد ذاك يبقى فاينل برزنتيشن بقى الاوفيشال دوكيومنت سواء كان في سوفت كوبي او هارد كوبي. بعد ذاك بتسلم لشنو للمكتب. Follow the following guidelines for question. هنا في guidelines for question دي حاجة generic عامة. يعني بيكون جزء مفروض الناس يعتبروها موجودة ويضيفوا عليها. Minimum four questions to each student. يعني لو عندنا ثلاثة examiners مفروض كل واحد يجي على الأقل حاجة أربعة أسئلة كل طالب. الماكسيموم سبعة. Question should not be repeated. يعني مثلا الاكزامينر الأول سأل سؤال في داعي الاكزامينر الثاني سأل نفس السؤال. يعني ما ريبيتد. بروجكت شو شود بي تكنيكال ريليتد تو الكود. يعني المفروض التركيز في بروجكت يكون شنو على الكود. most of the questions. يعني the project one question should include organization of the document and relation between sections parts. اذا له علاقه بالشكليات في بروجكت 1 انا برضه حيتكلم على الروبريك ده. The question in project 1 and 2 above relation between presentation and report. يعني احيانا الطلبه بيجيبوا برزنتيشن ما عنده علاقه بالريبورت او العكس. فلو الاكزامينر المفروض يقرا الريبورت لما يجي يسال اسئله يحاول يربطها شنو بالبرزنتيشن دي. احيانا الطلبه بيعملوا برزنتيشن لاشياء ما عنده علاقه بالريبورت او العكس. The question in project 2 relation between presentation report and code. يعني الثلاثه دي المفروض يكون البرزنتيشن له علاقه بالريبورت له علاقه بالكود.
relate project 1 and 2 in question for projection. يعني انت لو انت هو عنده project 2 مفروض تشوف هل هو follow what is planning in project 1. project 1 ما هو plan لبروجكت صح، ومفروض يكون في strong relation بيناتهم. احيانا الطلب ما بكون عندهم relation دي، ودي اشكالية وتعتبر شنو بتنقص درجاته، فلازم يكون شنو في مراجعة. يعني الطلبة أساساً المفروض يسروا combined report required to، فالexaminers لما يقروا للنادي يتأكدوا إنه الحاجات دي مربوطة مع بعض، ويكون project 2 مربوطين مع بعض. طيب نجي نتكلم على البريجيدم رولز. البريجيدم رولز نحن عندنا دكتور أسد ودكتور أكرم عندهم tools بتروح لهم 2 to 3 weeks ahead الريبورت، وهم بيخطوه في السيستم ده وبيطلعوا لك النتيجة. إذا كانت البلاجر ريزم أكثر من 30% يعتبر الريبورت ساقط وغير قابل إنه شنو ريجكتد، يعني ما مفروض يمشي لقدام. يرجع عليك تاني عشان 2 to 3 weeks دي الأيديا هنا، إنه عشان تمشي الطلبة يعدلوا في الريبورت عشان البلاجر ريزم ما يكون فاتت 30%. طيب نجي نتكلم على الدرجات باختصار شديد. في بروجكت 1 وبروجكت 2 السوبرفايزر عنده 50% والاكزامينرز عندهم 50%، لكن مفروض الطالب ينجح مع السوبرفايزر ينجح مع الاكزامينرز. اذا سقط في الاكزامينرز يعتبر ساقط، حتى لو كان السوبرفايزر ده 50% وديل الدوك 10% انت تعتبر ساقط. ذا سيم كيس في بروجكت 2. نجي لبروجكت 1 سبيسيفيكيشن. انا هركز في بروجكت 1 سبيسيفيكيشن في حاجه محدده هنا. خليني افتح السبيسيفيكيشن دي هتكلم عنها كلها. البتاع ده انا ممكن ارسله لكم الفورم ده وتلقوا فيه تفاصيل اكثر لذول اللي عنده رغبه نشوف الحاجه دي. انا بتكلم عن شنو؟ عن الاوبجكتيف بتاعت الكورس. والسيلوز يا سلام ده ما له. طيب الاوبجكتيف شنو؟ analyze the problem and develop an initial solution. في بروجكت 1 المفروض تعمل analyze the problem and develop an initial solution. التفاصيل بتاعت الحاجه دي السوبرفايزر بيتبعها مع الطلبه. demonstrate his ability to work independent يعني and as a part of the team with the colleagues and advisors utilize good work dynamics. دي مهمة جدا، يعني احيانا الطلبة بيعتمدوا على واحد او اثنين يشتغلوا الشغل ده، عشان كده السوبرفايزر له رول كبير جدا في انه يديهم assignments individual assignments و group assignments عشان يتأكد انه everybody شنو do his part. Plan effectively for various project life cycle activities. طبعا معظم الطلبة او كلهم اخذوا project management، بمعنى انه مفروض شنو يعملوا بلان لللايف سايكل بتاعت البروجكت، الستبس هو والخطوات ومين حيشتغل شنو وعدد الساعات وكده. فالشغل بتاع البروجكت مانجمنت مفروض شنو السوبرفايزر حتى لو الطلبه ما اخذوا البروجكت مانجمنت مفروض شنو تو ميك ذم دو ات. يعني عندك البروجرام مثلا مايكروسوفت بروجكت مانجمنت موجود، عندك الفيجو دي كلها ممكن تعمل بها شغل بتاع شكدول وبلانينج. conduct effective literature survey and be able to construct a correlated. يعني شنو المفروض الطلبه يقروا literature، يعني يقروا يعني يكون عندهم different materials ويطلعوا معلومات كثيره. يعني generate article function requirements and real design for the system and project. الفانكشن ريكويرمنت شنو هي بتاع الحياه دي بتكون مرض عليهم في الكورس بتاع سوفت وير انجينيرنج وسيستم ديزاين، لكن ذا سيم تايم شنو وانا لفت نظري انه معظم الطلبه يحتاجوا ريفرشمنت، فشكلهم قروا قبل يومين من الغار وحفظوا ومروا وبكون نسب كلام، فبكون في اشكاليه ده حكايه الحته دي تلقاهم ما عاوزين ريفرشمنت. مسؤوليه السوبرفايزر يمشي يقروه يراجعوه او يدوهم كورس عنه. The student will demonstrate the level of effectiveness expected by employers. يعني الشغل بتاع الهنايه ده مهم جدا،
دي البروجكت ده موظفته انه اساسا بريبير ستودنتس عشان يمشوا يشتغلوا برا جاهزين ريدي تو ورك، يعني كيف انه يعملوا برزنتيشن، يعملوا دوكيومنت صحيحه وديفلوب اورال برزنتيشن وبريبير والفيجوال انفورميشن والحاجات دي كلها. الشغل ده المفروض خلاص انت بريبير ده زي كانك ماشي تشتغل الشغل ده برا، فده البراكتس اساسا المفروض الكورس ده الاوبجكتيف توفره. بروديوس ان اكاديمي شنو؟ ريبورت. الريبورت دي الحاجات المهمه، نفس السي ال او بتعبر عن الحاجات دي. السي ال او الاولى كلاسيفاي فاريوس سي اس ريليتد بروبلمز اند بروجكت لايف سايكل اكتيفيتيز ساتش از سيلكتنج بلاننج اناليسيس ديزاين امبلمنتيشن تيستينج ديبلويمنت مانجمنت. الحاجات دي اللايف سايكل بتاع السوفت وير شنو؟ مفروض تكون كلها مرة بيها، جزء منها يكون في بروجكت كون وجزء الثاني يكون في بروجكت تو. كوندكت سيرفي ان افكتيف باك جراوند ستادي، يعني انت تعمل سيرفي عشان تجمع معلومات عن البروجكت بتاعك، ان ذا سيم تايم المفروض يقدر يعمل باك جراوند ستادي عن البروجكت. يعني ده جزء من السي ال او المفروض شنو؟ السيرفي يكون اوير بيه ويطلبه يتعامل. Generate functional and non-functional requirements. مفروض يعمل functional and non-functional requirements. Analyze the problem and develop an initial solution. كيف analysis بيتم؟ كيف هذا في الكورس كامل مفروض شنو يعمل الحاجة دي في problem بتاعتهم. Number five, apply a multiple disciplinary approach to designing projects. يعني مفروض شنو multiple disciplinary، ما حاجة واحدة، مفروض يكون عندهم وسائل متعددة زي ما درسوا في الكورس بتاعهم بتاع software engineering. كيف يعملوا multiple disciplinary approach to design the project. Demonstrate ability to work independent يعني the team. Now فوق you have to prove that. طبعا في الامتحان بيحاول الاكزامينر يصلوا للحتة دي، لكن المفروض يكون من البداية ما يخلوا الطلبة للسوبرفايزر، يخلوا الطلبة يعتمدوا على طلبة ثانيين. المفروض you have a way of making every student working. Demonstrate the ability to communicate effectively. Communication مهمة جدا. Presentation واحد من الكوميونيكيشن، لكن لما يعملوا project management يجتمعوا مع بعض ويتناقشوا والحاجات دي كلها تسجيل الكوميونيكيشن ووسائل وتعدد. Prepare report for the project. أحيانا السوبرفايزر المفروض يعمل اسسمنت للطلبه بواسطه الطلبه الثانيين، كيف كل طالب يعني مساهمته كانت شنو في الجروب، والكوميونيكيشن بتاعته كانت كيف، والبارتيسيبيشن بتاعته كيف، حضوره كيف، والحاجات دي. بعدين تمام في النهايه بيعمل بريبير ريبورت فور شنو؟ فور ذا بروجكت. ده باختصار شديد الشغل بتاع شنو؟ السبيسيفيكيشن للبروجكت 1. الحاجات اللي بتميز بروجكت توجن بروجكت 2 بلان ذا ديفلوبمنت تيستينج اند مينتيننس اكتيفيتيز. هو ما خلاص عنده الاناليسيس والديزاين بالنسبه للبروجكت في بروجكت 1، ده باسمه امتداد للبروجكت 1. انت بعد بتعمل بلان للديفلوبمنت والتستنج والمينتنس، يعني برضه في شغل بتاع بروجكت مانجر، ترتيب والاشغال والتاسكس هي شنو. ابلاي كور نوليدج ارياز اوف كمبيوتر ساينس اند انفورميشن سيستم تو امبلمنت ذا بروجكت. طبعا انت درست بروجرامينج، يوزر انترفيس، وديفلوبمنت باك اند، داتابيز. هنا يو ابلاي النوليدج بتاعتك في شنو؟ في الحاجات اللي انت درستها دي. Use modern tools and technologies to implement the project. مثلا انت بتعمل التولز، مستعمل مثلا اندرويد ابلكيشن ديفلوبمنت مثلا بالتولز بتاع التكنولوجيز مثلا. يعني evaluate the system using testing concepts or techniques. لازم يكون في testing، تقييم بتاع السيستم لازم يكون في testing، والtesting لازم يكون في بلان، ولازم توري انه انت عملت التستنج ودي الريزلت بتاعت التستنج. جزء مهم شنو تبع الاوبجكتيف بتاعتها. Demonstrate ability to work independently in the team.
نفس الحكايه الكلام اللي فوق ده هو ترتيب اللي هو ده بالنسبه للبروجكت سنه 2. يعني سنه طلع يكون شنو؟ يشتغل مع التيم ويشتغل شنو؟ اندبندنت. Demonstrate ability of communication effectively. لازم يكون الحي دي وسائل متعددة للcommunication. Communication مع supervisor, communication مع الطلبة. Ability to communicate الفهم بتاعه ذاته لما يقعد يعمل presentation. Commit to professional, legal, ethical, security, social issues, responsibilities throughout the project. واحدة من الحاجات البلاجرزين واحدة منها انه انت بتشتغل مع التيم ولك دور وشغل بروفيشنال. الحاجات دي مهمة جدا لانه انت لازم الطالب يكون فاهم الحاجات دي الاثيكال والليجال والسكيورتي والحاجات دي عشان شنو؟ When you prepare him for the work. Produce a complete report of the project work from our code. ده بالنسبة للأهداف بتاعت الكورس ده. CLO شنو؟ Apply core knowledge. ده كلام مكرر الأهداف بتاعتي. Use modern tools. Commit to professionals. Produce a complete report. Plan the development. Apply core knowledge. Use the كلام المكرر اللي أنا ذكرته قبل شوية. دي اللي استفيد CLO ده. الباقي الحياة ممكن السوبرفايزر يخش معاكم في تفاصيل لها. في البداية مهمة جدا تكون عارفينها. دي هنا Graduation Project Window. كيف التايتل بيكون، الفون سايز شنو، والفونت اللي بنستعمله، والمسافات شنو، وبعدين الأقسام شنو، الحياة المطلوبة منك، الصفحات وكده. كل واحد فيكم ده التمبلت ده الناس ممكن شنو تستخدمه تشتغل بيه. طيب نيجي لللوج فايل. اللوج فايل ده للسوبرفايزر. السوبرفايزر مفروض يكون البروجكت عنده نمبر. بعدين تكتب الستودنت نيم والرقم بتاعه، هل هو حضر مثلا. طبعا تكتب هنا ويك نمبر 1 ويك نمبر 2 ويك نمبر 3 حضر ولا ما حضر. وبعدين بتقيم الشغل بتاعه وتديه درجات. هنا مكتوب اوت اوف 12. بعد ذاك شنو؟ تتكلم عن شنو؟ التاسك اذا كانت حصلت شنو في اللاست ويك كانت شنو. طيب ده بالنسبه لشنو؟ لللوج فايل. هنا عندنا الروبريك ده اللي بيحياخده الاكزامينرز يمتحن فيه الطلبه. انا عامله هنا ليه؟ الغرض منه هنا شنو؟ الغرض منه انا اوريك الامتحان بيكون كيف. البروجكت دوكيومنتيشن بيكون 60، انت بترسله للسوبرفايزر قبل 3 ايام عشان يقيم لك الدرجات اللي تديك ليها شنو؟ طبعا 60 من 100 دي الدرجات اللي بيديك لها، في السبيسيفيكيشنز بتاعتك مقسمه كله في درجات بتختلف هنا في تفاصيل لكل حاجه. هل العمل الحياه ده ريكويرمنت والحياه المطلوبه عملها ولا لا؟ على بديه الدرجه. الريسبونسبيلتي طبعا الدرجه هنا واحده ليه؟ لانه ده جروب، شغل بتاع جروب. الدوكيومنت دائما شنو؟ شغل بتاع تيم. يعني انت ما بتحاسب الريبورت بطالب واحد، بتحاسب الجميع بنفس شنو؟ بنفس الريبورت. الريدابيلتي هل البتاع ده ريدابل؟ ما ريدابل. بعدين الدوكيومنتيشن ذات، الدوكيومنتيشن فيها مواصفات معينه، هل اتحققت الدرجات؟ ديليفري. ديليفري دي هل قدمها 5 درجات؟ إذا قدمه قبل 3 أيام في مواعيده، ده احترام للزمن والحياة دي. شو البلاجيريزم اللي عنده مواعيد الريبورت عنده مواعيد الفاينل، طلبوا منك تعدل في الريبورت، جبت تراجع، دي كلها شنو؟ احسب على درجات. ال 20 درجة مالهم؟ يشوف انك انت نو اير، ما في مشكلة، يعني كل حاجة شنو؟ بالمواصفات المطلوبة. نجي للبرزنتيشن اللي هو الاسئله. في البرزنتيشن سكيلز تاخذ على درجات كل طالب لوحده. شو يعني ماله؟ كل طالب لوحده. انا ده كان لشنو؟ لاحظوا هنا الاسئله دي
يعني ركز في شنو، ركز في حياة بسيطة. لكن تعال نشوف بروجكت 1. بروجكت 1 شو شوية اختلاف. يمكن الدوكيومنت هي نفسها ذا سيم، لكن لما نجي للبرزنتيشن لاحظ هنا الروبريك هنا اختلف. الدوكيومنت من 40 في الانترودكشن والبروبلم ستيتمنتس والجولز كيف عملها بتقيموا عليها. لما تشوف الريبورت الباك جراوند ماتيريالز بتقيموا عليها، في بروجكت اناليسيس اند ديزاين بتقيموا على الاناليسيس ديزاين الكيس ستدي والدروي فلو شارت والحاجات دي عملها صح ولا لا، بدي على الدرجات. الكونكلوجن والفيوتشر ورك في جزء من الريبورت المفروض تكتب الكونكلوجن فيوتشر ورك على درجات. المراجع كيف توضع المراجع بطريقه صحيحه عاملها على درجات، بتحاسب على السبيلينج والجرامر والرايتنج ستايل. اوكي بعدين شنو الفورمات اللي انا هسه وريتكم لي الطريقه تكتب بها الفورمات كومبلاينز وذ الفورمات دي على ثلاث درجات. الخطوه الطريقه اللي تكتب بها على كذا درجات. لما نجي للبرزنتيشن البروبلم ايدنتيفيكيشن الجولز كيف انت الكلام بتاعك التوك الوسيله الطريقه اللي تكلمت بيها عبرت وتكلمت عن الباك جراوند ماتيريال والبروبلم والديزاين الحياه دي تاخذ على درجات كل طالب لوحده هنا في الحاله دي. بعدين السلايدز من قيم الدرجات بتاعت السلايدز برضو لكل طالب والطريقه اللي عرض بها السلايد بتاعت الداتا يعني شنو. انا بحاول ادي كورس كان في ناس عملوا الموضوع ده بطريقه صحيحه كيف انك السلايد ذاتها بتتعامل معاها لما انت بتعرض الشغل بتاعك. فجزء من التريننج بنحاول نوفره لكن المفروض او نجيب استاذ يوفره يوري الطلبه يعمل البرزنتيشن ويتعاملوا معاه كيف ويشرحوا في اثناء البرزنتيشن موجود قدامهم. التايم مانجمنت على درجات بتقيم بشنو؟ كيف حفظتك على الزمن؟ في حاجات انا هنا قافله لانه كان عندنا مشكله كورونا فيمكن تستمر كده لانه اساسا عندنا اشكاليه بتاع فكان جزء من لغه ال هاو تو كوميونيكيت الطريقه اللي بتتكلم بها العرض بتاعك اسلوبك في الكلام لغتك دي لها تقيم. لكن كانت مقولة بسبب كورونا لكن المفروض بعدها طلبوا يجوا يحضروا حضوري المفروض ارجع ثاني. بعد ذاك في الاسئله 27 درجه كل طالب يسال تكلمت على الاسئله هنا وطريقه اجابته بياخذ على درجات. ده الكويشن اند انسر الفورم نرسل لكم مرة ثانية في الابندكس اللي أنا ذكرته. ده باختصار شديد الموضوع تطرح في اللقاء ده. أنا بفتح الباب للنقاش لو في دول عندي سؤال عشان أجاوب عليهم. ولو أنت بتسأل أنا هنا يعني البرزنتيشن ده برسله أنا للسوبرفايزر. أنا في طلبه عايز يشوفوه هيكون موجود عند السوبرفايزر يديهم اليوم واحد من الطلبة سأل السؤال ده. البرزنتيشن احنا الكلية بتاعتنا دي اللغة الرسمية هي الانجليزي ما في عرض بالعربي. تتدرب بالعربي تفهم بالعربي في النهاية لازم تعرضي البرزنتيشنز كلها بالانجليزي والريبورت بالانجليزي. الله العرض حيكون حضوري زي وزي امتحان حيكون حضوري. ممكن يكون في دكتور بيشرف موجود عند الاولاد زي زمان يعني، لكن بيكون في شنو دكتورات حاضرين في الروم فحيكون في المكس ده
فهو حضوري ليه وده يمتحن يعني ما لم تحصل حاجة. بدون عندي سؤال تاني؟ عنده سؤال عنده استفسار عنده عنده ملاحظة في أي نقطة عاوز يستفسر عنها؟ وفي أي لحظة عندكم تساؤلات عندكم حاجة زي دي ترجعوا للجنة الكوميتي اللي حاول تساعدكم توفر لكم الحاجات المحتاجين لها وكده، بنحاول نرتب نعمل لكم تريننج لل السلايدات. أنا بدي ما ذكرتها برسل للسوبرفايزر، السوبرفايزر بتاعكم هو ممكن شنو يديكم لها. فبنحاول نعمل تريننج لكيف تعمل برزنتيشن وكده، فبنرتب المسألة دي سام تايم يعني إن شاء الله. حتى ذاته لو لقينا واحد يعمل تريننج يديكم ريفرشمنت للبروجكت مانجمنت ممكن نرتب الموضوع ده. ولو كمية منكم محتاجين برزنتيشن نعمل ريفرشمنت للسوفت وير انجينيرنج والاناليسيس والديزاين ممكن نحاول نتكلم مع واحد يعمل لكم برزنتيشن ريفرشمنت سريع كده. هل في سؤال داني؟ سؤال عندي سؤال؟ سؤال عندي استفسار؟ ملاحظة؟ والله ممكن أنا أرسل للسوبرفايزر النماذج بتاعت الريبورتس لبروجكت 1 و 2 وأنا ما دايما أتذكر لكن ذكروه. أنا ممكن أرسل لكم نماذج لأشغال أشغال قديمة طلبوا اشتغلوا عليها استفيدوا منها الطريقة اللي عملوا بها الشغل يعني. فذكروا السوبرفايزر يذكرني وانا برسله ان شاء الله. لو تاني عنده حاجة أي سؤال تاني؟ المحاضرة دي مسجلة؟ ما أعرف بتقدر تشوفوها ولا لا، لكن المهم يعني ممكن أشوف طريقة لو دايرينها أرسل لكم برضو اللينك أو أرسل للسوبرفايزر اللينك. ممكن تشوفوها تطلعوا عليها يعني. هل من تساؤل آخر؟ ملاحظة؟ حاجة ما واضحة؟ باقي لنا 8 دقايق. خلاص لو ما في دول تساؤلات تاني ما في حاجة تاني. شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على الاهتمام، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وأخذوا البروجكت ده سيريوس، في ناس ما قاعدين ياخدوه سيريوس لكن ده براكتس
للحياة العملية. وده براكتد لفهمك لكل الكلام اللي احنا درسناه في اليوم ده خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، دي المحصلة اللي انت المفروض تطلع بها من الكلية. إلى ما انت فاهم كل الكلام اللي بندرسك في اليوم من بداية حضورك للكلية. التمنيات الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو عندك أي سؤال أنا موجود أني تايم. السلام عليكم. أيوة حينزل، بس أسأل منه سوبرفايزر. أنا بس اللينك للسوبرفايزر، أوكي؟ فلأن أنتم ما عندكم جروب واحد أنا أرسل لكم اللينك، لكن بس اللينك للسوبرفايزر وبعد ذلك هو ممكن شير ويز يو. شكرا يا دكتور خيري على البرزنتيشن القيم، استفدنا جدا، جزاك الله خير. بارك الله فيك، الله يسلمك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.